واش عمرك سمعتي بالنقطة العمياء؟ النقطة العمياء هي واحد المنطقة في العين اللي ما كتشوف بها حتى شي حاجة. في هذا الفيديو غنوريك الطريقة كيفاش تعرف النقطة العمياء اللي كاينة في عينيك. باش غادي تعرف النقطة العمياء في عينك اليسرية غتغمض عينك اليمنية وغتركز على الزائد، وغتخلي التركيز ديالك بعينك اليسرية على الزائد. من موراها غتبقى تقرب التليفون شوية بشوية لوجهك وتبعدو، تقربو بشوية بشوية لوجهك وتبعدو. في الوقيته اللي غتوصل النقطه اللي ما تبقاش تشوف بها الدائره، هذيك هي النقطه العمياء. يعني انت تركيزك مركز على الزائد وكتقرب التليفون لوجهك وكتبعدو حتى كتوصل للنقطه اللي ما كتبقاش تشوف فيها الدائره، هذيك هي النقطه العمياء بالنسبه لعينك اليسرى. بالنسبه لعينك اليمنى غادي تغمض عينك اليسرى وغادي تخلي عينك اليمنيه مركزه على الدائره، وغتبقى تقرب التليفون لوجهك وتبعدو. هذيك اللحظه اللي ما تبقاش تبان لك فيها زائد، هذيك هي النقطه العمياء بالنسبه للعين اليمنى. جربها ورد عليا.